السلام عليكم، يعطيكم العافية والله يحفظكم إن شاء الله. وأنا يا إخوان بقول كلمة حق معاكم أخوكم خالد العجمي، الله يحفظكم. وعندي كلمة بقولها حق الإنسان الطيب المخلص المهندس علي. يعني أنا علاقتي فيه سطحية للأمانة، علاقتي فيه بالبوسنة هذا يومين، وعلاقتي فيه بالكويت الله يسلمكم يمكن الله أعلم نص ساعة على الواتساب. ونعم فيه، أنا جيت البوسنة استقبلني استقبال طيب. مهما أتكلم يعني ما وفي حقه ولا أوفي جزاته ولا أوفي أي شيء من اللي أقوله. ثانيا احرجنا في طيبته الكرم ماله، يعني الله يوسع له كل مسلم. اول ما وصلت كل شيء جابه، ماكلة البيت من اله حطها، اللحم الدجاج البيض كل شيء الله يعطيه الصحة والعافية. فانا مهما اتكلم ما وفي طيبته. وقف معي وقفة اخ وساعدني بصيانة البيت، وثانيا قال لي الله يعطي الصحة والعافية هذا الجيب موجود لا تأخذ لك سيارة ولا شيء. ومهما تكلم ما وفي والله جزاته، يعني الأمانة. وصح إن الكلام بسيط اللي بقوله، بس الفعل اللي سواه ما حد يسويه، والله يا أخوان ما حد يسويه، يشهد الله على كلامي وأنا أمام الله صادق. وأقول له الله يبيض وجهك يا مهندس علي، وبيض الله وجهك وميزان حسناتك ويعطيك الصحة والعافية. وإن شاء الله على قولتهم إخوان بإذن الله تعالى. والطيب يعني هو طيب وخلاني اللي احتك فيه صديقي وعزيزي وحبيبي أبو صهيب. هذا أبو صهيب مهما أتكلم يبي له يمكن يومين على ما غطي جزاته، يعني كافي إذا كلمة الهدوء كله. الله يعطي الصحة والعافية، والله يحفظكم وحفظه إن شاء الله، وبيض الله وجيهكم. وهذه كلمة حق أنا بقولها، والسلام عليكم.